نعطيك البريوات ديال تفضلي مالحين كنتمنى السيده تجربوهم ان شاء الله لان كنديرهم بالعطريه ديال المرزيه واخا عندنا 500 غرام ديال الكفته ديال البقري بلا عطريه وعندنا شي جوج خيزوات كيكونوا غير صغار باش نحكوهم في الحكاكه الرقيقه عندنا جوج بصلات مشلضين ايه ومعلقه كبيره ديال المرزيه وعندنا 70 غرام ديال الزبيب وعندنا معلقه كبيره ديال العسل و150 غرام ديال اللوز كنكونوا سلقناه ونقيناه وقليناه ومهرمش وشويه ديال القرفه وشويه ديال البزار غير طريقه ديال البزار واخا ما نكثروش اييه في المقله كنشحروا البصله كنقطعوها نشلضوها مزيان رقيقه وكنشحروها كنديروا معها خيزو شويه ديال الزيت ولا معلقه ديال الزبده كنخليوها حتى كتدبل شويه وكنزيدوا ديك الكفته حنا زدنا ديك الكفته قطعناها درناها فوق منها وحنا كنحركوا باش ما تكونش لينا وكنزيدوا معلقه ديال العطريه ديال المرزيه وكنزيدوا داك الزبيب اللي كنا فزقناه سلناه في الماء وفزقناه اييه وكنزيدوا شويه ديال القرفه وشويه ديال الملح وكنحركوا مزيان وكنزيدوا ديك المعلقه ديال العسل وعاد كنزيدوا داك اللوز اللي كنا قليناه وهرمشناه كنحركوها مزيان وكنخليوها حتى كتبرد كناخذوا الورقه وكنديرهم بريوات ولا بسيط لا صوار ولا سيجار ولا داكشي اللي بغات السيده فعلا بغات كنديرهم عاد في الفران كندخلهم كنديرهم في واحد البلاطو كنصف نديرهم صفوفه وكندخلهم المجمد حتى كيتجمدوا لينا مزيان كنجمعهم وكنديرهم في بواطه ايه ما كيبقاوش يتلاصقوا لينا واللي بغيناها كنجبدوها فعلا في الوقت ديالها كنديروهم كنجبدوهم كندهنوهم بالزيت كنديرهم في الفران انا ما تنقليهمش واللي بغات تقليهم راه تقليهم ايه يعطيك الصحه والراحه الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك وكل خير الله يعطيك الخير بارك الله فيك اكيد ان شاء الله تبارك الله عليك الحاجه امينه شكرا لك بزاف على تواصلك معنا وعلى هذه الاقتراحات